نروح لموضوع تاني لا يقل أهمية، لأن في الحقيقة أعمال التطوير والتحديث بتحصل وبتتم في كل شبر في أرض مصر. نروح لمحافظة أسيوط، بيحصل فيها دلوقتي أعمال تطوير كبيرة جدا في القرى التابعة لمبادرة حياة كريمة، والأعمال دي يمكن مش مجرد مقتصرة على البنية التحتية فقط، لا كمان في اهتمام بمراكز الشباب. مراكز الشباب اللي بيتم فيها التطوير لحد دلوقتي، تم تطوير وإحلال 82 مركز شباب بالقرى، وده بتكلفة بتقدر ب 362 مليون جنيه. خلونا نعرف ازاي تم صرف هذه المستحقات، وازاي تم الاستفادة وانعكست ازاي على المواطن في أسيوط، من خلال الدكتور أحمد عبد الوكيل، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة أسيوط. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا استاذ محمد، وصباح الخير على مصر كلها. طيب دكتور، في البداية عاوزين حضرتك توضح لنا يعني ما يتم استهدافه من أعمال في المبادرة، مبادرة حياة كريمة داخل مراكز الشباب بالمحافظة تحديدا. بصراحة الرحيم، في الأول أنا بحب أوجه الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه المبادرة الكريمة. نعم. اللي بتشمل قرى كانت منسية من فترات طويلة جدا جدا جدا، ومفيش أي أنشطة كانت بتنافس فيها تليق بالمواطن المصري. في مشروع حياة كريمة احنا عندنا في محافظة أسيوط 11 وحدة محلية، 11 مركز ومدينة. المرحلة الأولى في حياة كريمة بتضم 7 وحدات محلية من 11، يعني بنسبة أكثر من 50% من الوحدات المحلية التابعة لمحافظة أسيوط. إجمالي عدد مراكز الشباب اللي بيتم تطويرها حوالي 82 بالظبط، 82 مركز شباب ما بين أعمال مختلفة. هنقول إنشاء مركز جديد، أصلا ما كانش فيه مركز شباب، كانت موجودة حتة أرض فقط لا غير، وبنعمل مركز شباب سواء كان مقر أو ملعب وأسوار للمركز. دول المركزين على مستوى المحافظة. مراكز الشباب كانت موجودة بس ما لهاش مقرات إدارية، بننشئ لها مقرات إدارية برضو مركزين. مراكز الشباب بنعمل إحلال وتجديد ومقرات جديدة وأسوار ليها، يعني كان في مبنى وقايل للسقوط أو مبنى متهالك لا يصلح ولا يليق بأهلنا في محافظة أسيوط. دول 7 مراكز بنعمل لهم إحلال وتجديد، بنهدهم ونعيد إنشائهم تاني. المراكز بقى اللي موجودة بالفعل في بنرفع كفاءتها، سواء كان في المبنى الإداري، بنرفع كفاءة المبنى الإداري والأسوار بتاعته. دول 67 مركز شباب على مستوى المحافظة موزعين على 7 وحدات محلية. فاحنا بنتكلم عن 82 مركز من إنشاء وإحلال وتأهيل وإنشاء من الأول خالص، صح كده؟ مظبوط يا فندم. وتطوير ورفع كفاءة. في الملاعب برضو دي حاجة مهمة جدا، بننشئ ملاعب جديدة للمراكز، إنشاء جديد 13 ملعب خماسي و16 ملعب قانوني نجيلة وأسوار وإضاءة. بنطور الملاعب اللي موجودة وبنعمل كل حاجة في، يعني زي سبرايز كده ما قال، احنا بندخل المكان وبنطلع منه بشكل مختلف تماما. معالي المحافظ طبعا بيهتم جدا جدا بهذا المشروع، بيعمل لنا اجتماعات بصفة دورية، شبه مش عايز اقول يومية، هنقول أسبوعية، يتابع فيها نسب التنفيذ للأعمال وازاي احنا نفذنا ونفذنا ايه، وايه المعوقات اللي موجودة، عشان ما فيش معوق يقدر يوقف الشغل، على طول بيذلله فورا واحنا قاعدين. نعم. معالي وزير الشباب والرياضه في اشرف صبح بيلف على مراكز الشباب دي وبيتابعها وبيشوف مستوى تنفيذها والفنيات اللي موجوده داخل مركز الشباب، ومش بيكتفي بكده معالي الدكتور اشرف، فبيقول لك لا احنا مش هنطور مباني فقط، احنا عايزين نطور البرامج والانشطه. صحيح. اللي بتخدم اهلنا في القرى اللي موجوده. فكره تطوير الحجر والبشر ايضا. طيب خليني اقف هنا عند نقطة مهمة جدا دكتور أحمد، لأن في الحقيقة في لقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الإعلاميين أكد على فكرة إن مش هيكون في تراجع في أعمال التنفيذ اللي بتتم في مبادرة حياة كريمة رغم الظروف الاقتصادية اللي موجودة، لأن ده مشروع تنموي بيفيد أكثر من 60 مليون مواطن تحديدا في جميع أنحاء الجمهورية. فعاوز أطمئن هنا على جداول التنفيذ المحددة، الجداول الزمنية للتسليم، هل هيتم الانتهاء منها في المواعيد المحددة ولا هتدخل في المرحلة اللي بعدها؟ ان شاء الله لا، باذن الله في المواعيد المحدده. انا بقول لحضرتك ان السيد المحافظ ما بيسيبش اي معوق،
على طول بيتدخل وبيحل المعوقات فورا. احنا وصلنا لنسبه تنفيذ حوالي 75%. ان شاء الله في الفتره القادمه دي هنبقى انتهينا من 25% وتم التسليم. والسيد المحافظ هنا بينبه وبياكد على موضوع التسليم ان مفيش حاجه هتعدي كده ومفيش حاجه، هو ما بيسمحش ان في حاجه تتنفذ كده ولا كده. زي حضرتك ما شايف ان هو بيلف على المواقع وبيشوف كل حاجه وبيطلع فوق المبنى ويمكن مش بس سياده المحافظ، احنا علينا الطموح عند المواطن، فالمواطن نفسه ما بقاش يقبل باقل حاجه موجوده، يعني لازم يكون سقف طموحاته عالي، فلازم ياخد جوده عاليه جدا في الخدمه اللي بتقدم ليه. مظبوط يا فندم، وده تاكيد ان هو اكثر من مواطن جه وبيطلب اضافه حاجه في مركز الشباب او تعديل حاجه موجوده بندرسها، ولو هو بينفع تعديلها او بينفع تغييرها بيتم الاستجابه على طول لطلباتهم. ومعالي الوزير ايضا بينزل، بترشح صبح بينزل لمركز الشباب وبيبقى له توجهات وبيبقى له ملاحظات على العمل وفورا بيتم. حلو قوي. طب ايه اوجه التطوير بقى اللي بيتم تنفيذها بشكل مختلف في القرى عن خلينا نقول الوضع اللي كان قبل كده؟ ايه المختلف بقى دلوقتي؟ كل حاجه يا فندم بتتعمل غير، كل حاجه بتتعمل غير اللي كانت موجوده الاول خالص. مفيش وجه للمقارنه. احنا لو يعني انا لو كده اجيب لك صور قبل التطوير كان على المركز عامل ازاي، في حاجات كانت عامله ازاي ودلوقتي عامله ازاي. اعتقد نقله حضاريه كبيره جدا جدا جدا. بنركز على ايه دلوقتي؟ بنركز على الاماكن تنفيذ الانشطه، ازاي نحول مركز الشباب من مركز شباب فقط لممارسه النشاط الرياضي لان هو مركز شباب يبقى مركز خدمه مجتمعيه. ده بينبه عليه وبياكد عليه الدكتور اشرف صبحي جدا 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 وبيولي اهتمام زي النوادي الكبيره كده احنا صح؟ يا فندم بيبقى بيقدم كل الخدمات المجتمعيه اللي يحتاجها الشاب او الفتاه او المنطقه المحيطه بها المحيطه بالمركز. بيطور كل حاجه، مش بنطور زي ما قلت لحضرتك بس او حجر بس، لا احنا بنطور حجر وبشر وبرامج بتقدم لشبابنا، لان شبابنا واعي بقى، واعي جدا جدا ومثقف جدا وبيحرص على حقه قوي. فاحنا بالتبعيه بنحاول نقدم البرامج اللي تتناسب معاه. أكيد يا فندم، وزي ما بيقولوا العقل السليم في الجسم السليم، فمش هيتم تطوير البشر والارتقاء به غير لما أرتقي أيضا بدنيا من خلال الرياضة. عشان كده في اهتمام كبير جدا بمراكز الشباب والرياضة داخل المحافظات ضمن المشروع القومي حياة كريمة. الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، بنشكر حضرتك يا فندم على هذه المداخلة الهاتفية.